ودلوقتي رجعنا لكم بعد الفاصل وسمعنا الأغنية الجميلة من الفنان الجميل أشرف مزيكا. نرجع تاني يا أستاذ أشرف ونقول لك شارع المطراوي وقهوة أبو حلاوة ماذا يعني لك؟ شارع المطراوي ده يعتبر مسقط راسي، وأنا يعتبر اتولدت فيه وفي صحابي، وطبعا كفاية اللي فيه جامع المطراوي وبنصلي فيه. وقهوة أبو حلاوة طبعا دي برضو دي والدي الله يرحمه، وفي فنانين كتير قدام يعني كان بيقعد عليها الفنانين كتير. وانا لما كنت صغير كنت بروح لوالدي بقعد معاه وبشوف الموسيقيين بيطلعوا من القهوة، وكان في خير بقى. طبعا كان في خير طبعا في اياميها في الفن صراحة. ولسه بتروحها لحد دلوقتي؟ لا صراحة لا ما بقتش اروحها. والله يا باشا انا نفسي. بس هي ذكرى بالنسبة لك. طبعا ما عندكش وقت اكيد. هو مش عمليت ما عنديش وقت، انا بقيت اقعد في دلوقتي في حته تانية بعيد عن القهوه. وبعدين القهوه صحابها كانوا ناس طيبين، فطبعا ربنا يرحمهم. بس طب بقول لحضرتك طبعا يعني زمان الفرق الموسيقيه والادوات والفنان كان بيتعب جدا عشان يطلع اغنيه. مع التطور حسيت في تغيير ولا برضو بتحس بنفس الارهاق في تقديم اغنيه؟ لا طبعا الواحد الاول لما بيجي كان يجي يسجل اغنيه بيروح الاستوديو بيبقى مهندس الصوت موجود، وطبعا بيبقى في كم موسيقي موجودين البند يعني البند كله لازم يبقى موجود، بيبقى الموسيقيين في حته واللي طبعا والمطرب بيبقى في حته تانيه. وبيعملوا بروفا على اساس ان هم يطلعوا الاغنيه على اكمل وجه. بس اعتقد بقى ان مش بروفا واحده يعني بيبقى في ارهاق. لا ممكن في ارهاق في عدد البروفات. ما ممكن بيعملوا مثلا ثلاث بروفات وبيعملوا بروفا اخيره بيسموها بروفا جنرال اللي هي على طول ستاند باي على الـ على الـ على الاستوديو على طول. على الاستوديو على طول وخلصوها خلاص الاغنيه بتطلع كويسه. بس لو اخطاوا او غلطوا بيعيدوا تاني. انما بقى دلوقتي في حاجه اسمها تريكات بتبقى كل اله لوحدها. في يعني برضو في الات لايف بتيجي في الاغنيه، في ادوات مساعده يعني. وطبعا مهندس الصوت طبعا بيبقى ليه عامل كبير قوي في موضوع المطرب. ممكن المطرب يكون صوته مش 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 قوي بس هو يعني في حاجات هو بيحلي فيها يعني. طيب مطربنا الجميل اشرف مزيكا في ناس كتير بتخلط بين المهرجانات وبين الفن الشعبي، فعايزين طبعا حضرتك بصفتك مطرب شعبي اصيل وجميل، فعايزين بس تفرق لنا تفريق بسيط بين يعني ايه فن شعبي ويعني ايه فن مهرجانات. الفن الشعبي اللي احنا بنقوله ده بيعبر عن ابن البلد، ابن الشارع، ابن الحاره اللي احنا فيها طبعا. انما موضوع المهرجانات، انا المهرجانات دي مش يعني اي حاجه في اي حاجه. وممكن يبقى فيه بس يبقى فيه حاجه راقيه يعني، نعمل مهرجان بس يبقى فيه فن شعبي راقي. هو ممكن ممكن يكون فيه مثلا زي الفنان احمد شيبه كده ووكا اورتيجا. أيوة. فالفنان احمد شيبه غنى في المهرجان ده. أيوة. انما اشترك بفن شعبي اصلي مثلا. انما موضوع المهرجانات دي حتى الكلام كمان بقى كتير حواليها وكده، مش 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 كويس يعني بصراحه. في الموضوع انا بصراحه ما بقيتش موضوع المهرجانات، بس برضه في ناس صحابي. ايوه فاهم. بس كل انسان ليه رايه وانت ليك خبره يعني، احنا بنسالك من جانب الخبره. ايوه ما انا برضه انا ما هقول مهرجان مع اتنين بس برضه انا بغني فيه. بتغني اللون بتاعك؟ الغنى وسايب اللي طبعا اخواتي الصغيرين اللي هم بيغنوا المهرجانات دول. أيوة دول. أيوة دي في الاغنيه بيغنوا مهرجانات. انما بالنسبه لي انا بغني بغني في المهرجان. ايوه بس برضو انا يعني شبه مش بعيد المهرجانات برضو. ايوه بصراحه. طيب طبعا بيبقى في برضو عايزين نسمع منك بعد ما سمعنا اغنيه جميله، نسمع اغنيه تاني تحب يعني نستمتع بيها والناس تسمعها معانا، تحب تسمع ايه؟ هي الاغنيه اللي انا بحبها بصراحه اغنيه جرح حمزه ملك. دي اغنيه واضح انها حزينه صح؟ طبعا دي عن الام. عن الام الله يرحم امهاتنا وامهات المسلمين الله يرحم والدتي. الله يرحم الرب باذن الله باذن الله تسيح جناته. طيب نطلع بقى ونسمع يرحم زمانك يما بصوت المطرب الجميل اشرف مزيكا.